أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل تجب الكفارة عند الحنف في يمين الإكرام؟ هل تجب الكفارة عند الحنف في يمين الإكرام؟ الإكرام؟ إيه؟ نعم، الجمهور على أن تجب. إذا حلفت على شخص لتكرمه وأبى، قلت له: والله إن تجلس بهذا قصدك إكرامه، أو والله إن تدخل عندي قصدك إكرامه، وخالف ولم يدخل ولم يجلس، تجب الكفارة. شيخ الإسلام يقول إنه ما تجب، لأن الإكرام قد حصل، أنت قصدت إكرامه وقد حصل منك إكرامه، ولكن الجمهور على أنها تجب الكفارة، ولا شك إن هذا أحوط. نعم.